بتاع المافيا، لأنه حتى الدكتاتورية، حتى الدكتاتورية اللي عرفها تاريخ الإنسانية عندها إيديولوجيا، لكن الدكتاتورية بتاع سيبن علي ما عندها حتى إيديولوجيا، الدكتاتورية بتاع مافيوزي كلها مافيا دايرة بيه ولا ترابلسية وما نعرفش شكون وما نعرفش شكون، الناس كلها تخدم في مصالحها وقاعدة تفقد وتهمش في ولاد الشعب بتاعنا. احنا كنا ولاد تونس، عندنا 64 كيلومتر كاري هي تونس، واحنا عندنا ما عندناش لا ثروات لا بترول لا حتى شيء، لكن الثروة بتاعنا كما قال بورقيبة قبل لا تنطيق يمين نحترموه بورقيبة، ما فماش مشكل، الراجل مات على روحه الله يرحمه، فهمتني؟ عندنا المادة الشغل داكور، احنا تونس قويين ياسر، قويين ياسر خاطرنا وكنا من احسن الناس قبل ما يجي السيد هذايا، والجامعه بتاعنا كانت تخرج كما خرجت شكري بالعيد اللي راه في صورته، اللي هو احد من احد الرفاق اللي نعتز بهم وعشرته في الجامعه التونسيه يا حسره قبل، فهمتني؟ اللي هو اليوم مجدود، علاش؟ خاطر كمحامي اتكلم على الشعب اللي قاعد ينتفض في سيدي بوزيد وغير سيدي بوزيد. هذه المعطى الاول. المعطى الثاني نمشي للاعلام، الاعلام في تونس مالوريزمون في عام 2010، في عام 2010 عندنا 3 لافز ما أردى منهم ما ريتش في حياته، تونس 7 وقناة نسمة وما نعرفش ليه وقناة حنا بعد والجرايد الصفرة اللي دايرة بهم الكل والصحافيين المأجورين. تصوروا انتوما في تونس في العالم نجمع الكل، الصحافيين عندهم الوهر نتاعهم وعندهم قيمتهم، لأنهم ناس مشي يقرا في الجامعة وناس يكتب وإنسان يفكر، نورمالمون جورناليست مفكر، نورمالمون جورناليست يعطي هو معناتها يعطي هو المثل، نورمالمون هاك راهو 6 من الناس قدام نقابة صحفيين برك، صحفيين نضاف في تونس، ظهر لي فما 6 برك نضاف وكلهم أجور على بكرة ذهبية، تكتب على الكورة وما تكتب على برشلونة وتزيف أون بلوس في الحقان، سحل الصباح تلقاه هاو حرق روحه على خاطر ما نعرفش ليه معزول وما نعرفش ليه والبلاد خايف، آلاف خرجوا في القصرين، آلاف في الكيف، آلاف في سيدي بوزيد في القرى بتاع اللي مجالس سيدي بوزيد، ما ننساوش الحوض المنجمي اللي انتفض في 2008 وعاود ينتفض اليوم، وعاود ينتفض اليوم، يعني الحكاية ما تغيرت، ما تبدلتش، ما تبدل حتى شيء في تونس، البطالة قاعدين يكتبوا، جاء ذرة على الرماد على العيون، وقت اللي كانت الجامعة بالرسمي كانت نسبة النجاح مالوريزمون، وروزمون بالروح خاطر خرجت برشا عباد باهين، كانت 27% كانت 30% كانت السيليكسيون تنجح، والناس الأخرى تنجح تنجح تمشي للناس، هو شعبان جاء حاب ينجح الناس كل باهي نجحتهم، ومش خدمهم تو هاك خدمهم بس هاك ما خدمتهمش، هاك خليتهم فستان، إنسان تصور تو نرجعوا للأيديولوجي اللي برشا عباد ما تحبهاش، أما أنا قعدت مالوريزمون وفري ليه ماركسية لينية، وأنه ماركس كي خلفوا جوزيه صغير لما تنصرف وتبقى القادحة، تبقى القادحة مش تدور وتقوم ولكن اللي صار في تونس. البرجوازية الصغيرة اللي هي تمثل خصوصا المعلمين ولا المتخفين ولا غيرهم ولا غيرهم دخلوا وانساروا في الطبقة الكادحة، الطبقة الكادحة اللي هم العمال واللي هم الفلاحين والفقراء والمهمشين وغيرهم وغيرهم، واللي هم بدا الوعي في تونس بدا ينمو شكل فشيء، واحنا نتوجهوا لاولادنا واخوتنا وماتنا في سيدي بوزيد، ما نعرفش كانت في جنة عمرها كبيرة مسيبنا بوليس يا رب وسيب السراق نتاعهم البوليسية ولاو سراق معناتها، واحنا بورتون ما نحبوش نسبوهم البوليسية، يا خويا انتوما منا وعلينا حاجة برك، أنا البوليسية ما نسمحش عليها خاطر البوليس السياسي حاجة والبوليسية الآخرين كل هذا المساكن وما هوش عارف علاش يضرب ما نضربوش خاطر هو ماهوش واعي. لو كان على البوليس السياسي اللي هو واعي ويعرف شو يعمل واللي قاعد راهو يصور فينا تو باش يصورني انا ويضرب لي على الطياره فهمتني من هنا حتى لتونس، اما ما يهمش هذوك منهم عليهم، اما حاجه برك نداء للجيش، الجيش التونسي وانه يحمي اولادنا وانه ما يجيش ضد اولادنا، ما يجيش يزيد الجيش التونسي عمال جريمه